كلياتنا بنعرف نحن بهالبلد بدنا رخصة تلفزيون تي في لايسنس، يلي ما عنده تي في بيضلوا بيبعثوا له رسائل انه انت ما عندك رخصة في البيت، ما عندك رخصة تي في، والرسائل هذه كثيرة جدا مثل هدول. المهم باختصار مفيد، اذا حابب انت تلغي هذه الرسائل ما يجوك لعندك على البيت، يعني تخبرهم انه انت ما عندك تي في، تابع معي للنهاية لتعرف كل التفاصيل. انا طاهر الزير وهذه قناتي على اليوتيوب. صلي انا بهذا البيت ساكن فيه تقريبا هلا راي طبق 5 سنوات تقريبا، ويبعثوا لي رسائل كل شهر كل شهر كل شهر، يبعثوا لي رسائل بدهم انه اشو ادفع لك تي في لايسنس. من سنتين تقريبا اتصلت لهم قلت لهم انا ما عندي تي في بالبيت ولا بتفرج على تي في. قالوا لي مو شرط يكون عندك تي في، هل انت بتفرج على برامج تلفزيونيه من موبايلك حتى؟ قلت لهم لا. من لابتوب؟ قلت لهم لا. قام بعثوا لي سيرتيفيكت شهاده انه انت ما بدك تي في لايسنس لمده سنتين، وهالسنتين خلصت. قام بعثوا لي رساله ريمايندر ليتر، يعني تذكير عم يقولوا لي فيها. وقبل ما نتابع الفيديو يا ريت توقف هذا الفيديو وتضغط على زر الاحمر زر الاشتراك اذا بالفعل انت عم تستمتع بالفيديوهات تبعي. هذه الاحصائيه اللي امامكم اخر 28 يوم، يعني في عندي نوت سبسكرايب 65% تقريبا، اما سبسكرايب 35%. معنات هذا الكلام حرفيا اذا في فيديو فيه 1000 مشاهدي، يعني في 1000 شخص شاهد هذا الفيديو، 650 شخص من هدول ال1000 مشاهدي غير مشترك عندي في القناه، و35% يعني 350 شخص شاهد هذا الفيديو مشترك عندي في هذا القناه. يعني هذه النسبه جدا 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 قليله. يا ريت اذا بتحب الفيديوهات اللي انا عم نزلها تدعمني باشتراك، وخلينا هلا نتابع بالفيديو، ويا ريت تكون انت اشتركت معي في القناة. وهلا بخبركم شو قالوا لي في الرسالة. We want to make sure your details are up to date. نحن بدنا نتأكد انه معلوماتك هي صالحة الى زمننا هذا، كلها محدثة. If we don't hear from you، اذا ما سمعنا شيء منك ما رديت علينا، يعني We may have to open an investigation. نحن بدنا نبلش نفتح تحقيق في هذا الامر. We will also continue writing to you. نحن كمان بدنا نضل نكتب ونبعث لك، يعني مثل هدول الرسائل بيعبوا لك البيت من هالورق، ما شوف لك كل اسبوع او كل شهر بشوف لو بعثوا لك رساله. So it is important you contact us to do one of the following. وهذا يعني انه انت من المهم انك تتواصل معنا او تتصل فينا منشان نساوي واحد من الاثنين. حيث اللي واحد من الاثنين انه تخبرنا انه انت ما بدك تي في لايسنس، يعني تخبرنا انه انت ما بدك رخصه تلفزيون، او تخبرنا you need a TV license، يعني انت بدك رخصه تلفزيون. تمام. انا هلا ما عندي رخصه تلفزيون ولا اشتريت لسه هلا ولا بدي اتفرج، بدي اخبرهم انه I don't have a TV and I don't need a license for it. So كاتبين انه روح على الموقع. رحت على الموقع انا بس ما لقيت طلبة، يعني ما عرفت شو نساويه. دخلت، يعني هذا هو الموقع، دخلت لهنا ما في شيء انه انا ساوي I don't need a license، يعني انا ما بدي رخصة. المهم ايش رح ساوي؟ رح شيل واتصل لهم. طبعا رح اتصل قدامكم بس مشان تعرفوا شو عم بحكي، شو عم بقلن، وهني ايش بيقولوا لي. رقم التليفون رح تلاقيه على اي رسالة بتوصلك، ما رح انا اذكره هنا. Thanks for calling. Your call may be recorded. Just so you know, we may contact you to see how this call went. To hear how we use your data, to connect to our Welsh language helpline, or if you believe you have received a suspicious or unexpected email, please press 0 now. What are you calling to do today? Please say, buy a license, check if I need a license, tell you I don't need a license, or say none of those. I don't need a license. Sorry, I missed that. What would you like to do today? Please say, buy a license, check if I need a license, tell you I don't pronunciation need a license. Pronunciation, اللفظ تبعي جدا مو كويس. I don't need a license. I didn't get that, sorry. Let's try using your keypad instead. If you're calling to buy a license, press 1. To find out if you need a license, press 2. To tell us that you don't need a license, press 3. For anything else? Okay. You need to be covered by a TV license to watch or record live TV programs on any channel, or to download or watch BBC programs on iPlayer. This applies to any device you use. If you don't need a license because your property is empty, or you never watch or record live television on any device or online service, then you just need to let us know. In just a second, I'm going to need the 10-digit reference number that you'll find on the top right-hand side of any letter we might have sent you next to the date. If you haven't received a letter with a reference number, please press the hash key. Otherwise, please enter the reference number for me now. هذا موجود فوق في أعلى يمين الشاشة.
خلاص. Thanks. I'll just get your details. Our records show that you previously told us you didn't need a license. Exactly. If that's still the case, press 1. Otherwise, press 2. عم بتقول لي انه اكبس واحد اذا انت بعدك مثل ما انت انه ما بدك لايسنس. نعم هاي واحد. Thanks. Please wait while I update our records to confirm that you still don't need a license. هلا عم بسوي update. Okay, that's done. That's done. With this claim, you are confirming that no one at this address watches or records live TV programs أكيد. On any channel or device or downloads or watches BBC programs on iPlayer. It's important that you let us know if any of your circumstances change, such as you move home, or you start watching live TV on any channel or device, or BBC programs on iPlayer. I can send you a text confirming all the details. If you'd like me to do that, press 1. If not, press 2. Also, press 1. تأكيد. Okay. If you'd like me to send a text to the mobile you're on now, press 1. If not, press 2. كمان 1 بعد على رقم نفس الرقم التليفون اللي منه. Okay, text on its way. Goodbye. Bye. And thanks for calling licensing. Okay, thanks. عم بحكي مع الاوتوماتيك كولز. المهم شفت المراحل. المرحلة أول شيء بتتصل الرقم موجود على الرسالة بتقول لهم إنه أنا I don't need a TV. تختار الاختيار الثالث I don't need a TV. بيلا دخل الرفرنس نمبر. الرفرنس نمبر موجود على يمين الشاشة. تمام. بعد ما دخل الرفرنس نمبر بتأكد هذا انه انت كنت سابقا ما بدك لايسنس. بتأكد انه هذا الشيء انه مثل ما انت بتكبس رقم 1 وبعدين تسألك انه بتحب بعت لك رسالة confirmation يعني رسالة تأكيد على هذا الاقوال. بتحب تقولون ايه او بتحب تقولون لا. انا قلتلون ايه حطيت رقم 1 وبعدين برجع بتسألوني انه بدك اياها على نفس الرقم يلي عم تحكينا منه كمان حطيت لون 1 وبعدين قلت لي goodbye. هذه القصة كلها هذه للتجديد للرينيوال نو لايسنس نيدد. تمام. اما اول مرة انا والله اتصلت لهم في واحد حكى معي بس هلا ما بعرف ليش يعني صار اوتوماتيك كول يعني ما في حد حكى معي بس اوتوماتيك. بس يعني كلها راح تكون نفس السيستم جدا سهلة. بظن راح يبعثوا لي رسالة بتقول لي انه انت ما بدك لايس تي في لايسنس لمدة سنتين لان انت انا قلت لهم ما بتفرج على تلفزيون مثل ما سمعت. أكدت أنه أنا لا بتفرج على تلفزيون ولا بتابع برامج تلفزيوني مباشر على الانترنت حتى. هذا هو الفيديو لليوم. إن شاء الله تكونوا استفدتوا شيء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي ناو.